ضمن سلسلة المساعدات الإنسانية التي دأبت الجزائر على تقديمها لدول الجوار، طائرتان محملتان بما يقارب 105 طن من المساعدات الإنسانية تقلعان من مطار بوفريكا العسكري باتجاه نيامي عاصمة النيجر. الأخوية واللا مشروطة التي ينقلها الجيش الوطني الشعبي باسم الشعب الجزائري لصالح شعب النيجر الشقيق الأخ، تشهد على أسلوب تعامل الجيش الوطني الشعبي مع الأزمات والكوارث التي قد تعيشها المنطقة، وهو أسلوب تعامل يخدم أساساً عجلة التنمية والنمو، كما هو يساعد في تدعيم استقرار وأمن وقدسية سيادة دول الجوار وحدودها. العملية تعد الثانية من نوعها في ظرف يومين، وأشرف عليها الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري في موقف تضامني بعد الفيضانات والسيول التي اجتاحت النيجر مخلفة خسائر بشرية ومادية. هذه المساعدات تعتبر يعني عدة مساعدات إنسانية، منها خيم، مواد غذائية، كل أمور اللي يحتاجها الشعب النيجيري الشقيق. الهبات التضامنية ليست ظرفية وليست كذلك مناسبتية، وإنما هي قيمة مضافة تتمتع بها الجزائر، هي قيمة دائمة، والجزائر تدرك طبيعة الظروف الصعبة التي تمر بها دول المنطقة وطبيعة كذلك التحولات الطبيعية التي لها آثار، بالإضافة كذلك إلى جائحة كوفيد-19 والمخلفات سواء كان على الصعيد الاقتصادي وحتى كذلك الاجتماعي. بالتالي الجزائر كدولة محورية وكدولة كذلك مركزية في المنطقة تؤكد حضورها إلى جانب دول الجوار. العملية هذه وسابقاتها تأكيد على البعد الإنساني وامتداد للتكافل الذي تحرص الجزائر على تجسيد روابطه مع الدول الصديقة.